بيك. عمار محمد، قول لي بقى يعني مع بعد ماراثون الثانويه بقى هتقضي الاجازه ازاي؟ هتعمل ايه في الاجازه؟ والله باذن الله كده كده ساحل قريب بقى باذن الله. والله ما عارف يعني، اخد فتره اشوف لي كورس اي حاجه بتاع قبل ما اشوف المجموعه. المجموعه برضه الواحد يفضل يتوتر لحد المجموعه. هتستعد للجامعه ازاي بقى؟ ما حسب والله الجامعه. انت عايز تخش كليه ايه ولا بتحلم؟ انا هخش حسابات ومعلومات باذن الله. باذن الله. بس هتقدم في اختبارات القدرات؟ اقدم عشان يعني عشان لو يعني مجموعه ما جابش اللي هو حسابات ومعلومات يبقى عندي فرصه في جامعه ثانيه عادي. التوفيق ان شاء الله. اتعرف بيك. قول لي بقى انت خلاص فاضل امتحان ويعني يعتبر خلاص يعني الماراثون خلص بتاع الثانويه العامه، تستعد بقى للاجازه ازاي وهتقضي الاجازه ازاي؟ والله اولها انام يومين على الاقل عشان الواحد ما شافش النوم. بعد كده بقى نبدا نشوف شغل ان شاء الله كده ونشوف تنسيق والدرجات وكده يعني. طبعك ايه بقى يعني الفكره اللي واخدها عن الجامعه والحياه الجامعيه وتستعد لها ازاي؟ والله هي سنه زي اي سنه عادي يعني. زي ما عديت من اعدادي لثانوي زي ما عديت من ابتدائي لاعدادي يعني. ما فيهاش كتير يعني. هتستعد ازاي للجامعه؟ عادي. هتاخد كورسات؟ بتفكر تاخد كورسات؟ أيوة، تاخد تعمل حاجه؟ ايوه كورس فنون تطبيقيه يعني لو ما جبتش مجموعه هندسه فمش هتقدم في اختبارات القدرات؟ المفروض قالوا هتبدا امتى اختبارات القدرات؟ والله لسه هشوف يعني. انت هتتابع بقى مع الموقف بتاع الوزاره عشان تشوف اختبارات القدرات امتى والكلام ده كله. انت عايز تخش كليه ايه قلت لي؟ هندسه بترول ان شاء الله. توفيق ان شاء الله.